مرحبا، أنا الأستاذ الدكتور محمد صايل الزيود، أستاذ في قسم القيادة التربوية والأصول في كلية العلوم التربوية. برنامج تربوي عالمي من حيث المعارف والمعلومات والمهارات والخبرات التي يوفرها للدارسين. تم تصميم البرنامج بالاعتماد على برامج أصول التربية المشابهة التي تقدمها جامعات عالمية مرموقة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا. يجمع البرنامج بين النظرية والتطبيق في مجالات أصول التربية الفلسفية والاجتماعية والنفسية والثقافية والاقتصادية والتربية المقارنة والتربية الدولية والفكر التربوي، بحيث يتمكن الملتحق بالبرنامج من امتلاك ناصية العلم والمهارة والخبرة والتطبيق العملي. البرنامج يستقطب ويرحب بكل من يعمل بقطاعات التربية والتعليم، فهو متاح للمعلم والمرشد التربوي ومدير المدرسة والقيادات التربوية العليا في مؤسسات التربية والتعليم والتعليم العالي. يقوم على البرنامج نخبة متميزة ومتخصصة من أعضاء هيئة التدريس في مجالات أصول التربية والفكر التربوي، والذين تخرجوا وحصلوا على درجات علمية من أعرق الجامعات العالمية. لغة التدريس في البرنامج هي اللغة العربية، وهناك اعتماد واسع على القراءات والمراجع العلمية الحديثة التي تصدر باللغة الإنجليزية. يقدم البرنامج خبرات تربوية متقدمة يكسبها للدارسين بالاعتماد على ممارسة عملية لفلسفة التربية واجتماعيات التعليم والعولمة وتربية السلام والتسامح، ومقارنة بين أنظمة التعليم في دول العالم المتقدمة من خلال تطبيق عملي حي في قاعات التدريس وفي إجراء البحوث العلمية التطبيقية التي تعتمد على جمع البيانات وتصميم للأدوات وتحليل النتائج تحت إشراف تربوي علمي متخصص. يستقطب سوق العمل الوطني والإقليم الكفاءات العلمية التي تتخرج من البرنامج بدرجة الدكتوراه على نطاق واسع للنظر للعلم والمعرفة والمهارات المكتسبة والخبرات، وتميزهم بسمات قيادية فذة تؤهلهم للعمل باقتدار في المؤسسات التربوية باختلاف أنواعها. أهلا وسهلا بكم في تخصص الدكتوراه في القيادة التربوية، وأهلا وسهلا بكم في الأردن.